صح صوتك، صح الله فيك، وصح لسانك، صح بدنك. إن كان الظلام والعزلة ينتج مثل هالأشياء على الشخص فأنا أقول استمر فيها، ولكن لا تتجاهل الجانب النير في حياتك، ترى في نور يلوح في الأفق نتجاهله إحنا أو تجبرنا هالعزلة على تجاهله. قبل شوي تكلمنا عن ظلم الذات، وتقول زايد أحيانا يظلم ذاته في منحنيات معينة في الحياة. أترى أنه من ظلم الذات أن تغطي على أخطاء غيرك وتسبب لك في مشاكل أو لا؟ أغطي على أخطاء غيري؟ إذا أنه يستاهل أغطي عليها. هل هناك من يغطي على أخطائك أنت يا زايد؟ فيه الحمد لله. نشوف مقطع ونرجع؟ توكلنا على الله. ونشوف ظلم ذاتك وين بالضبط؟ أعطوني المقطع على الشاشة يا شباب. ما قلت إلا أبو سحاب يستاهل. أنا بهرج ترى مع هذا كل واحد يقول لي بخاف. أنا والله بقول لي ما شدت. أبو سحاب، أبو سحاب، هذا أنا عند الباب. شوف السطر الأزرق. إحنا جمعنا ولا ما جمعنا؟ خلنا نشله، نشله. راح راح. مايك. أربعة منا خلي أربعة قبائل والولد منا عن أربعة. إيش اللي حصل؟ وهل السطر الأزرق أو اللي ذكرته جمعته ولا باقي الآن برا؟ لا جمعنا. جمعته. جمعنا مع أمور واجد. بس صوته طلع السطل. جمعنا مع أمور واجد. إيش ذكر عبد الله الروقي لحظتها؟ طبعاً. يعتقد عبد الله وقتها الإعلامي الجميل اللي يرى أنه متمرس في الإعلام والشاعر عبد الله الروقي أنه ما كان مقفل، ولكن للأسف ما كان مقفل، للأسف له، ويا للفرحة بالنسبة لي أنا. إيش اللي حصل؟ إيش ذكر؟ ذكر موضوع و طلعنا نجمع السطول على ما سمعت. شوف اللي ذكره مع حق فيه. خليك من الموضوع مع حق او ما مع حق. ما حبيت انا ان ما حبيت عن ان عبد الله اخطا. عبد الله جل ما لا يخطي، كلنا نخطي، وحتى لو كلمته صحيحه وانا مقتنع فيها ما بيت اطلع الشاشه. يعني انت معزز للكلام اللي قاله. كلام اصلا ما سمعته زين ولا ادري وشو، لكن نعيد المقطع. نعيد المقطع. انا اتكلم كموقف. نعيد المقطع ولا ما يحتاج؟ كيفك عشان تسمع بس الكلمه زين. يا خلنا نسمعها. اعطوني المقطع مره ثانيه. احنا ما نبغى نترك شيء فيه شبهات، نحتاج ان نكون تكون الشمس شارقه من هذا اللوكيشن. اعطونا المقطع على الشاشه. ما قلت الا ابو سحاب يستاهل. انا بهرج ترى مع هذا الكلام. كل واحد يقول لي أبو سحاب، أبو سحاب، هذا أنا عند الباب. شوف السطر الأزرق. إحنا جمعنا ولا ما جمعنا؟ خلنا نشله، نشله. راح راح. مايك. أربعة منا. خلي أربعة قبائل والولد منا عن أربعة. ما قلت إلا أبو سحاب. يستاهل. أنا بهرج ترى مع. من برا الكلمة. فايف فور ثري مش ثرو تو ون. زايد مرحبا. ايش الكلمة اللي ذكرها؟ قال كلمة انا لو اني ابيها تطلع كم ما قلت تطلع برا. يعني سمعتها؟ سمعت. معزز لها او لا؟ اخطا عبد الله؟ عبد الله اخطا في موضوع واحد اللي هو انها نوضح غضبه على الشاشه. انها طلعت، لكن كموقف. طيب الشخص اللي يقصده اكل ولا ما اكل؟ اكل اكل واكل. ما اشوف انها اكل، اشوف انها اكل. اذا جهزوا اعماركم لان بياكل. ان كان بياكل فلا بياكل لنفسه. طيب شباب جهزوا للاتصال بعد اذنكم. كيف يخاف الإنسان النجاة من الغرق؟ وهل